السلام عليكم، أنا محمد غنايم. باختصار، أنت ذهبت إلى المحاضرة متأخر 10 دقائق، فقال لك الأستاذ أخرج، لا يمكنك الدخول بسبب تأخرك. وبالفعل طردت وأنت أمام الطلاب وخرجت. وعندما أخبرت أصدقائك عن ما جرى معك، قلت يا جماعة الخير، اليوم كان عندي محاضرة ذهبت عليها متأخر نصف ساعة، والأستاذ هناك لا يسمح لأي طالب متأخر بالدخول، يعني أستاذ معروف عنه معقد. المهم فتحت باب اللقاعة ووقفت، فنظر كل الطلاب إلي والأستاذ سكت، فقلت مازحا يعني لا تترجون، لا أريد الدخول، يعني كنت أريد أن أحضر معكم ولكن لدي أعمال أهم. فابتسم الأستاذ وقال لي لا أرجوك ادخل، المفروض نبعث لك دعوة. وبالفعل دخلت وحضرت الحصة. يقول لي هذا الأستاذ من 20 سنة لم يدخل طالب متأخر إلى قاعتي إلا أنت. طيب بكفي كذب ومبالغة، ولندخل في صلب الموضوع. هذا الموقف وحقيقة ما جرى به، وأنك بالفعل طردت، وكيف أنك ألفت سيناريو فقط لترضي كرامتك ولا تشعر بالإهانة، واعتقادك بأنك دخلت القاعة في خيالك، هذا التصرف يجعل أصحابه ضمن ما يسمى بمرض الميثومانيا أو جنون الكذب. مع الأسف لا تكاد تخلو جلسة من جلسات الشباب هذه الأيام من هؤلاء الفئة من أصحاب جنون الكذب الذين يبالغون في قصصهم كذبا، وهم بكل أمانة يضيفون للجلسة رونقا جميلا. لا أتغزل في الكذب، ولكن نحن نحب أن نسمع قصصهم، ونحن نعلم أنهم يكذبون، وأحيانا هو يعلم أنك تعلم أنه يكذب، ومع ذلك يستمر في التبهير والمبالغة في الأمور وأنت مستمتع وهو كذلك. فنحن كبشر نحب أن نستمع إلى القصص الخيالية أو التي بها موقف مضحك أو مشرف أو بطولي، وبسبب ندرة هذه المواقف في حياتنا الفعلية نقبل لأنفسنا أن نستمع لها ولو كنا نعلم أنها كذب، أو كنا نعلم أن قائلها مصاب بجنون الكذب. صحيح. طيب لو سألتك الآن سؤال، لماذا نكذب في العادة؟ الإجابة بسيطة، نكذب إما كسبا لمنفعة أو درءا لمضرة باعتقاد الكاذب نفسه. ومن هنا جاء مفهوم النظرية الميكافيلية التي مفادها أن الغاية تبرر الوسيلة، فتكذب، تكذب وتفعل أي شيء لتحصل على غايتك، تكذب لتحصل على مصالح مادية، تكذب لتحافظ على علاقاتك بمن حولك، تكذب لأمور كثيرة. لا أختلف معك إطلاقا في هذه النقاط، فالناس تكذب إما كسبا لمنفعة أو درءا لمضرة كما تفضلت باعتقاد الكاذب نفسه، وفي كلتا الحالتين الأمر من ناحية أخلاقية ليس كذلك، ومن ناحية دينية أيضا محرم، ونحن نعلم ذلك كبشر ونكذب. ولكن ركز معي هنا، المصابين بجنون الكذب لا يكذبون لأجل ذلك إطلاقا، هو لا يكذب لكسب منفعة مثلا المال أو درءا لمضرة، فلا يوجد لكذباته سبب مقنع. يعني لماذا قد تكذب في وتبالغ في قصصك وتبالغ في أحداثك مع أن ذلك لن ينفعك ماديا ولن يضرني؟ فهنا المصابين بجنون الكذب يكذبون من أجل نشوة نفسية، يكذب استجداء لعواطف من حوله، يكذب ليثبت حضوره. تخيل، يقول المتخصص في علم النفس كلود بيان في وصف لماذا يكذب المصاب بجنون الكذب، يقول يكذب لأنه لا يريد أن يخيب آمال المحيطين به. تخيل. طبعا هو لم يصل لمرحلة الجنون في الكذب إلا بعد أن أعطى للناس أهمية أكبر من المطلوب في نفسه، فأصبح يكذب خوفا من أن يخيب آمالهم به، يعني لك أن تتخيل. لذلك لطالما قلت في جلساتنا معا، إطلاقا لا تعظم الناس في نفسك ولا تعطي لكلامهم أهمية كبيرة في حياتك، يعني لا تدرس لأجل الناس، لا تعمل لأجل الناس، لا تهتم جدا لكلامهم عنك، لأننا في آخرتنا لن نسأل عن رأيهم بنا بل سنسأل عن أفعالنا. فلا تعظم الناس في نفسك بل اعمل لنفسك فقط، لأنك عندما تعظم الناس ستكذب خوفا من خيبات أملهم بك، وسيصبح الكذب أسلوب حياة بك، ولن يمر يوم دون أن تكذب أو تكون به صادق تماما، وستكون أكثر عرضة للإصابة بجنون الكذب. صحيح. المهم، هذا الجنون في الكذب لدى المصابين به يجعلك أحيانا تتصادم معهم في أمور تضرك شخصيا. مثلا أعطيت شخص مصاب بجنون الكذب مبلغ من المال، وعندما طالبته به بعد مدة معينة أنكر عليك المبلغ، بل وحلف يمين أنك لم تعطيه شيء، وأنه ربما قد يخبرك أنك إذا أردت يعطيك هذا المبلغ كقرض، ولكنه يلح أنه لم يأخذ منك شيء، وأنت تعلم علم اليقين أنك أعطيته، ولكنك في نفس الوقت لا تلومه، لا تلومه، لأنك تعلم أن مرض جنون الكذب يرتبط ارتباطا مباشرا بالذاكرة الكاذبة. يعني المصابين بجنون الكذب بعد فترة من تكرار كذباتهم يصبح دماغهم مقتنع تماما أن الكذبة هي الحقيقة، هو ألف شيء واقتنع به. ففي العودة إلى قصتنا في البداية، هذا الشخص بعد تكرار هذه القصة عدة مرات سيصبح مقتنع تماما أنه دخل القاعة،
وسيحلف يمين بذلك، ولو حضرت له كل من كان في القاعة ليشهد أنه لم يدخلها سينكر عليهم وسيقنعك أنهم لم يكونوا هم موجودين في القاعة، وذلك بسبب تكون ذاكرة كاذبة لديه، ففي النهاية هذا مرض. في قصة جاء فيها أحبتي في الله أن شاب اتهم بقضية اغتصاب، فتاة اتهمته أنه اغتصبها، وبفعل هذه الشهادة حكم عليه بالسجن لمدة 30 سنة. طبعا هذا الشاب طيلة مراحل التحقيق والقضية كان ينكر أنه رأى تلك الفتاة أو يعرفها، ولكن بسبب عدم وجود الأدلة الكافية حكم عليه بالسجن. المهم، مع تطور العلم وظهور الطب الجنائي وتحليل الدي ان اي، اعيد البت في القضية بعد 21 سنة من سجنه، واكتشف بسبب تحليل الدي ان اي انه لم يغتصبها، وان الفتاة تكون لها ذاكرة كاذبة بسبب الصدمة اعتقدت من خلالها ان هذا الشاب من اغتصبها. الفكرة الان، هذا الشاب بعد 21 سنة يعني ممن يأخذ حقه؟ من ذاكرتها الكاذبة أم من من؟ لذلك الذين يكذبون كثيرا يكونون أكثر عرضة لتكون ذاكرة كاذبة لديهم، وبالتالي الإصابة بجنون الكذب. بالمناسبة، في عام 2009 بسبب تحليلات الدي ان اي تم تبرئة أكثر من 300 سجين كان متوسط أحكامهم بين 10 إلى 20 سنة، ومنهم من كان محكوم عليه بالإعدام. تخيل هذا الأمر، صراحة جعلني أتمعن أكثر في السلوك النفسي لدى المصابين بجنون الكذب. دراسة قرأتها أن 30% من المصابين بهذا المرض نشأوا في بيئة منزلية فوضوية، يكون لديهم اختلال في البيئة الأسرية، يجعل صاحب المرض يبحث في نفسه عن مخرج من هذا الواقع المزري بالخيال، الذي يتطور معه تدريجيا إلى مرض جنون العظمة الذي يرتبط أيضا في جنون الكذب. في العادة تجد من يعانون من جنون الكذب يكون لديهم ذكاء لغوي حاد، يعني هو يوجد التواصل والتحدث ورواية القصص بكل ثقة دون أن يربش له جفن، وفي العادة الناس تصدقهم لأنه هو صدق نفسه في المقام الأول. يعني إذا أردت أن تقنع شخص بأمر ما اقتنع أنت به في البداية. صحيح، طبعا ربما الآن خلال حديثي تهيأ لك بعض الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذه النقطة، فيوجد شخص من كل 1000 شخص يعاني من مرض جنون الكذب في العالم حسب الإحصائيات التي اطلعت عليها، وهذا أمر خطير أحبتي في الله. لذلك في حال تم تشخيصك لا قدر الله بجنون الكذب من قبل طبيب نفسي، لن تقبل شهادتك في أي مجلس شهادة، حتى لو كنت صاحب الحق لن تؤخذ بشهادتك في المحكمة أنك مصاب بجنون الكذب وتمتلك ذاكرة كاذبة. طيب الآن كيف يعالج هذا المرض؟ يعالج من ناحية نفسية عند الطبيب النفسي الذي يقوم بمجاراة المريض في كذباته إلى أن يصل به إلى باب مغلق، فيكتشف المريض أنه يكذب ويتحطم هناك، ومن هناك يبدأ شفاؤه. ولكنني بكل أمانة لا أجد لنا حلا سواء للكذب المرضي مثل جنون الكذب أو الكذب العادي إلا تقوى الله عز وجل، أن نستشعر أن الله عز وجل يرانا في كل فعل وقول، وأن نستحي من ملائكة الرحمة التي تسجل ما نقوم ونفعل، ونستحي أن يكتب في صحائفهم افتراؤنا للكذب. أيضا لا بد لنا من صحبة الصالحين، فصحبة الصالحين تغري بالصلاح، والصاحب ساحب والطباع سراقة، فصحبتهم ستغير طباعك للأفضل بإذن الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. أتحب ذلك؟ لا طبعا. اللهم اكتبنا مع الصادقين، واحشرنا مع الصالحين، وادخلنا الجنة. اللهم أمين، ودمتم في أمان الله.